عمرك شفت فرح في قلب الترعة؟ أكيد لأ، بس أحب أقولك إنها حصلت فعلاً في بني سويف. تعالوا نعرف التفاصيل. مؤخراً بقينا بنشوف في الأفراح حاجات غريبة، كل اللي يخطر وما يخطرش على بالك، لدرجة إن الناس خلاص ما بقتش بتتفاجئ. ولكن اللي حصل في فرح بني سويف كان غريب جداً ومختلف بكل المقاييس. ونقف قدامه متنحين، ما تعرفش تضحك ولا تتعاطف مع العروسين. والحكاية كلها ابتدت مع عريس من بني سويف بيدور على مكان لفرحه، ولكنه ما كانش لاقي مكان مناسب، فقرر يعمل فرحه قدام بيته، ولكن برضه ما كانش في مكان، وده لأن قدام بيته ترعة أساساً. ولما غلب حماره قرر يسأل واحد صاحبه، واللي شرع عليه بفكرة إنما إيه؟ عبقرية. قال له أنا هقولك تعمل إيه؟ أنت تجيب معازيمك وتفرش صوانك فوق الترعة وكأنها معدية مثلاً ولا حاجة، وتعمل ليلة فرح في الطراوة. والصراحة هي من ناحية طراوة فهي طراوة فعلاً، وصاحبنا ما كدبش خبر. العريس فعلاً راح جاب الواح خشب ونصب الصوان وبدأت الليلة، ومعازيم وكهارب وفرحة ورقص. ولكن فجأة عينك ما تشوف إلا النور، حصلت كارثة. وابتدت لما الناس حسوا بهزة غريبة ولسه يدوب هيستوعبوا اللي بيحصل، كان الفرح كله انهار في الترعة بالمعازيم والعريس والعروسة عشان تنتهي بيهم ليلة العمر في الترعة. ولكن الحمد لله ربنا سترها وما كانش في أي خسائر في الأرواح، ولكن كان ممكن جداً يحصل ده. وانت بقى قول لنا رأيك في اللي حصل، تفتكر ده تشغيل دماغ ولا غشامة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.